لو الزمالك بيلعب بطولة مش مع الأهلي، لو بيلعب مش ضد الأهلي، ممكن تشجعه؟ ما هي بطولة أفريقيا مثلاً؟ مثلاً؟ مش حوار إن أنا هشجعه. أنا دلوقتي بلعب في النادي الأهلي، ليه هشغل بالي بنادي يعني نادي الزمالك هشغل بالي بيه ليه؟ يعني أنا ما شفتش منهم حاجة وحشة. بس أنا عايزة أقولك حاجة، أنا صدقتك. أوكي. أنا مصدقك. أنت من جواك مش متعلق بالزمالك. إزاي مش متعلق بالزمالك؟ يعني أنت مش يعني ما عندكش فعلاً الحب العميق للزمالك اللي يخليك. أنا في النادي الأهلي دلوقتي أنا ما ينفعش أشوف الناس اللي بتشجعنا والناس الجمهور. تعرف أنا صدقتك ليه؟ عشان أنت فعلاً حقيقي أنت مؤمن بالاحتراف مش مؤمن بالانتماء. ممكن. عشان كده أنا مصدقك. عمرك قلت لمحمد أخوك يغير الصورة يشيل صورتك بتيشيرت الزمالك؟ لا خالص. مرحلة وعديت بيها وبتفخر بيها. ليه؟ طب ما هو حاطط صورتي وأنا في ميدجيلاند وحاطط صورتي وأنا في الحرس. مش حاطط صورتك في الأهلي؟ هيحطها. مش قراري برضو يعني عشان انا دايما ما بخصبش على. طب ده معناه ان هو بيقول لك انه بقى اهلاوي من بره، هو لسه برضه من جوه زملكاوي. انا ما بخصبش، مش راضي يعني. ما بخصبش على حد ان هو يبقى ورايا يعني، سواء في عيلتي ما بخصبش على حد خالص ابدا والله. اصل ده حريه شخصيه ليهم، اللي عايز يشجع ده يشجع، اللي عايز يشجع ده يشجع. في الاول والاخر اللي هي بترجع لنا. بس هم عشان جيشك هم اللي اختاروا ان هم يحولوا زيك من زمالك لاهلي؟ ممكن عشان اخواتي. هم اخواتي اكيد هيتمنوا لي الخير، هيتمنوا لي الافضل. امام عاشور اسم ارتبط معانا للاسف شويه بالطرد والايقاف وال هنبطل نسمع ده؟ ان شاء الله هو مفيش طرد. انا اتطردت قبل كده مرتين. مرتين بس. مرتين والله. مرتين بقالي الحمد لله بقالي فتره بلعب، بقالي فتره ما اتطردتش. والايقاف؟ لا خلاص الحمد لله. انا زي ما قلت لك الواحد دايما بيبقى لازم يغير في حياته، مش دايما هنبقى في غلط على طول، اكيد هنغلط، بس في اوقات فيها لازم بنفوق نفسنا، بنتكلم لازم لا ده ما ينفعش. فالحمد لله فتره وعدت. لما دخلت النادي الاهلي في حد قعد معاك وقال لك يا كابتن امام هنا في ضوابط وفي حاجات ما تنفعش؟ هو مين في مصر ما يعرفش ان النادي الاهلي سيستم؟ مين قعد معاك وقال لك كده؟ لا مين في مصر، مين من النادي الاهلي استقبلك قعد معاك؟ انت ذات نفسك ما تعرفيش النادي الاهلي واكد عليك في الضوابط والمحاذير والحاجات اللي ما تنفعش، نصحك؟ هي دي معلومه، دي ما فيش حد في مصر ما يعرفش ان النادي الاهلي سيستم والنادي الاهلي نظام. ما هو ده معروف، ما ينفعش. اكيد ما احنا عارفين، ما مصر كلها عارفه. ما انا بقول لك ما فيش حد ما يعرفش كده. انت بقى جوه مين اللي قعد معاك؟ مين الشخص اللي قعد معاك وقال لك الكلمتين دول اول يوم ليك في النادي الاهلي؟ لا هو بصراحه الناس كلها كانت معايا. الناس كلها قعدت معاك لموك كده؟ لا مش لموني الناس كلها يعني، الناس كلها انا ما شفت في نظرهم من حبهم ليا، فانا كنت بتكلم معاهم. يا امام يعني مين الشخص اول شخص قعد معاك؟ كابتن محمود الخطيب. ايوه كده كان اعتذرت له طبعا اول ما شفته. الفضل طبعا وبشكره طبعا على مساندته لينا، وكابتن خالد بيبو طبعا هو اللي كان قاعد معايا واتكلم معايا والله في حاجات في نقط كده بسيطه بس. عايز تغششني كده نقطتين ثلاثه منهم؟ لا هي النقط اللي هو اللي خلاص احنا في النادي الاهلي في سيستم في نظام. انت يا كابتن اكيد انا عارف كل الكلام ده. نصحك بواحد اتنين ثلاثه؟ لا خالص. اخذ عهد منك؟ لا خالص برضه. ما خلكش وعدته بحاجه؟ لا خالص والله. وعدته ان شاء الله هنجيب له افريقيا. ان شاء الله. ان شاء الله.